امبارح خبرناكم عن الحفلة الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق من حديقة البرج بوسط مدينة دبي اللي نقلنا لكم أجواءها لايف عبر MBC4. طبعا الحفلة كانت فول وناجحة بكل المقاييس. مثل ما خبرناكم كان في لنا لقاءات مع نجوم الحفلة في الكواليس. البداية كانت مع بلقيس اللي وصفت هالليلة من الليالي الحلوة في دبي اللي جمعت الجمهور من كل الوطن العربي. هلأ خلال الحفلة بلقيس غنت باللهجة المغربية، لهيك سألناها إذا عندها عمل تاني بنفس اللهجة وشو راح تكون فكرته. في وحدة ثانية أنا صورتها بالمغرب دجا، بس دجا صورتها بالمغرب، درنا الطرناج ديالها بالمغرب، وإن شاء الله أنه يعني تنعرض قريبا على بداية السنة الجديدة إن شاء الله. قصة رهيبة والأغنية جميلة وإن شاء الله تنال استحسانكم. أنا ما أقدر أحرق لك إياها، ولكن هي قصة يعني في قصة، يعني تعال تشوف، ما كان فيها ستوري، كان فيها استعراض أكتر، كان فيها قفطان واستعراض وراقصات صحيح. لا، الأغنية هذه اللي لسه حتى ما سميناها فيها كلمة الشوق، وأنا ما أبغى كلمة الشوق لأنه دجاع منها حقير الشوق، فحغير الاسم، لكن قصة رائعة وإن شاء الله أنها تنال استحساني، تعالج قضايا اجتماعية. طبعا بلقيس هالفترة مثل ما شفتوا عم تتألق مو بس عربيا كمان عالميا، فهي قبل كم يوم غنيت على المسرح مع إليشا كيز في حفلة إكسبو، وقبل منها حصدت جائزة هوليوود ميوزيك أورد. خبرتنا عن تفاصيل هالتعاون وإذا بتطمح للعالمية. أعتقد أنه I have the potential for it حسب الجلسة الصراحة اللي عملتها مع التيم تبعي، والهوليوود ميوزيك أورد كان فوز مستحق جدا لأغنية أعتقد أنه على كافة الأصعدة، حتى وإن كانت باللغة العربية subtitles الإنجليش يمكن ساعدت في الموضوع، الستوري تبعها، التصوير، الكلام، اللحن، التوزيع، شوية غيرنا الميدل إيسترن آرت، we tweaked it شوية حتى يكون مفهوم برا، ولما we applied على الجائزة وفزنا فيها وحصلنا عليها سمعوا فينا الناس اللي برا، وجاء الكولاب مع إليشا كيز اللي هي يعني شي انسيستد انه تعمل انتها از كولاب لما تجي دبي، وجات دبي في الاكسبو وحصل التواصل معايا ومعها دايركتلي وعملنا الكولاب، وكان اتس بيوتيفول. يعني الموسيقى لغه عالميه، فدمجنا ان كومن ودمجنا انتها، ومش الكثير مشيت يعني. اما بالنسبه للبلانز العالميه فما بعد ما في شيء واضح، بس بلقيس حاسه انه 2022 حملت لها مفاجات حلوه، طبعا اكيد نتمنى انه يكون احساسها بمحله. اما حمائي فحفلته بالساوند ستور مثل ما خبرناكم كانت قبل شوي، وكان خبرنا قد ايه متحمس لها لما قابلنا، وبعيدا عن الغناء سالنا عن تفاصيل ونوع الفيلم اللي عم بيحضره. لسه الحقيقه ما فيش تفاصيل قوي لانه احنا لسه في مرحله الكتابه، يعني لسه الفيلم بيتكتب، خلينا نكتب الاول، يعني خلينا نخلص لانه هو فيلم شويه فيه يعني مش فيه تريكس شويه، يعني فيه لعب شويه، فخلينا نخلص الاول، نخلص كتابه، واول ما هنخلص ان شاء الله هنعلن عن كل حاجه. يعني حقيقه انا متحمس اشوف فيلم لمحمد حمائي كمان، بس يكون فيه اغاني لانه كمان بحب اغاني.